أعلنت دولة الإمارات الانتهاء من تطعيم أكثر من 460 ألف طفل للوقاية من مرض شلل الأطفال بعد 8 أيام من انطلاق حملة تطعيم طارئة في قطاع غزة تستهدف أكثر من 640 ألف طفل، وكانت قد انطلقت يوم الأحد الماضي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف والأونروا في 150 نقطة ومركز تطعيم بغزة بتنظيم من متطوعي عملية الفارس الشهم 3 ومساعدة الطواقم الطبية، مما ساهم بشكل كبير في تسهيل عمليات التطعيم على الأسر والأطفال. وأعرب أهالي الأطفال المستفيدين من حملة التطعيم عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على دعمها المتواصل لسكان غزة وخاصة للأطفال والوقوف إلى جانبهم لتخفيف المعاناة عنهم في ظل الحرب على القطاع. وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت في أغسطس الماضي تسجيل أول إصابة بشلل الأطفال في القطاع منذ 25 عاما، مما جعل من هذه الحملة تدخلا حاسما لحماية أطفال غزة، ويشارك في الحملة أكثر من 2100 عامل صحي بما في ذلك فرق صحية متنقلة لضمان وصول لقاح إلى جميع الأطفال المستهدفين خلال فترات الهدنة الإنسانية. تقرر أن تكون عطلة المولد النبوي الشريف في الحكومة الاتحادية يوم الأحد الموافق 15 من سبتمبر 2024. جاء ذلك في تعميم أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لجميع الوزارات والجهات الاتحادية بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة للعام 2024، ومنها عطلة المولد النبوي الشريف. عقدا ثالثا من النجاحات حققه معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية الذي اختتمت أعمال دورته 21 أمس، مرسخا مكانته الرائدة محليا وإقليميا وعالميا ودوره في تعزيز الوعي بالتراث المحلي والعربي وصون التراث الثقافي الإماراتي ونقله للأجيال الناشئة وفق رؤية مبتكرة تعزز استدامته. وضم المعرض منطقة العروض الحية وقدمت فعاليات متنوعة منها مزاد الصقور الذي أبرز الدور الرائد لدولة الإمارات في إكثار الصقور في إطار التزامها بصون البيئة والمحافظة على الحياة البرية. ولأول مرة في تاريخ المعرض أتيحت للمشاركين فرصة المزايدة عبر الإنترنت على الصقور المميزة التي تم عرضها في منطقة خاصة من المعرض.